استقبل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بقاعدة عيسى الجوية صباح اليوم بحضور سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي وسمو الرائد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة عددا من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص مأرب التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال اللقاء رحب سعادة رئيس هيئة الأركان برجال قوة دفاع البحرين من مجموعة قوة الواجب الخاص مأرب، كما أعرب سعادته عن شكره وتقديره لرجال قوة دفاع البحرين على ما يبذلونه من تفاني وجهود مخلصة في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. كما أشاد سعادته بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيقة. حضر الاستقبال اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني وعدد من ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص مأرب.